الحمد لله، الحمد لله الملك المنان الذي خلق الإنسان وغرس في فطرته حب السلم والأمان، فصدقت ذلك العقول والفطر والأذهان. أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يملأ الميزان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الأنداد والأعوان والأولاد والأعوان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، المؤيد بحجة السنة والمنصور بمحجة القرآن، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان صلاةً وسلامًا متجددين بتجدد الأيام وتوالي الشهور وتقلب الأزمان. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله ربكم حق تقاته، فهو الحميد المجيد، وأذكركم بحمل الأمانة فهي الفعل الرشيد والقول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. عباد الله تعالى المؤمنين، لازلتم بحبل الله معتصمين. إن وقاية الأفراد والمجتمعات من الانحراف العقلي والانجراف النفسي له أثر بالغ في تنعمهم بمشيئة الله تعالى بالأمن الاجتماعي، فهي الغاية التي يسعى للوصول إليها الأفراد والمجتمعات، ويذللون لإدراكها ونيلها كافة ما يعترضهم من الصعوبات، مستشعرين أن الوسيلة الجليلة الموصلة إلى هذه الغاية النبيلة هي بالحفاظ على هذا النتاج الثقافي الأصيل من أي فكر ورأي ونهج وسلوك وافد ودخيل. لذا فإن من الواجب المناط على عاتق المسؤولين الحفاظ على أمن المجتمع والقيام بحماية المواطنين، والاجتهاد في تحسين العقول من أن تغتالها الشبهات، والحرص على تحذير النفوس من تقحم أبواب الشهوات. فالمجتمع المسلم بأمس الحاجة إلى حراسة عقول أبنائه وحماية نفوسهم في ظل متغيرات العصر وما فيه من التحديات، مما يحقق للمسلمين الأمن الفكري الذي يعصمهم من الوقوع في شيء من براثن الشبهات أو أدران الشهوات. فتأمين الأفكار لا يقل أهمية عن تأمين الأموال والأعراض، حتى تصان العقول والنفوس فلا تتخذ غرضاً من الأغراض. لذا فإن الأمر يتطلب التدخل الوقائي والتدخل العلاجي من قبل مؤسسات الدولة والجهات الأهلية، لتبصر الأفراد والمجتمعات بما هو مطلوب في زمن قد تفشت فيه مظاهر التقليد والتبعية. لذا فإن الحديث عن ضرورة الأمن في المجتمع من الموضوعات العصرية الحيوية الهامة، لأن أمن المجتمع وصلاحه مما قد يشوبه من فساد كفيل بصلاح أفراد المجتمع عامة. فالأمن يعد حصناً حصيناً للمجتمع لما يمكن أن يهدد أي عقل متذبذب أو نفس منجرفة، وبغيابه تنساق العقول وتنقاد النفوس مع ما يعترضها من التيارات الفكرية الخارجية المنحرفة. ولا ريب أن الحاجة إلى الأمن شديدة جدا في ظل هذه الأيام والأحوال، فالاضطراب والحيرة والقلق مسيطر على البشرية ويخيم عليها في كل مجال. فالأمن هم وهاجس يحيك في صدر كل حي، لأنه ينشد الحياة الآمنة الذي لا يهددها شيء. وإذا تحدثنا عن أثر الإسلام في أمن المجتمعات واستقرارها في الأوطان،
فإن حديثنا يتناول جميع أنواع الأمن المتنوعة بأشكالها المتباينة الألوان، فيدخل في ذلك الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن التربوي والأمن السياسي والأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن الفكري والأمن النفسي. وإن من جوامع الكلام الذي أوتيه خير الأنام عليه الصلاة والسلام أن أدخل جميع أنواع الأمن الرفيعة القدر في الحديث النبوي الشريف الآتي الذكر: من أصبح منكم معافاً في جسده، آمناً في سربه، آمناً في سربه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ثلاثة يجهل مقدارها: الأمن والصحة والقوت، فلا تثق بالمال من غيرها لو أنه در وياقوت. فإذا أراد المجتمع المسلم أن ينعم بنعمة الأمان وأن يطمئن بأن يأتيه رزقه رغداً من كل مكان، فليعلم أن الشكر قيد النعم وأن الكفر هو بريد النقم، كما قال تعالى: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فسكون القلب البشري وطمأنينته هي نعمة إنما تتحقق بالإيمان، فلا يتصور أن يكون هناك مؤمن وليس عنده سكينة واطمئنان، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالأمن والسكينة والاطمئنان إنما هي ثمرة من ثمرات الإيمان، كما أن الكفر والفسوق والعصيان يمنع الأمن والسكينة والاطمئنان. فالبراءة من الشرك والتنزه من البدع والعصمة من الفسوق هي أمارة على الأمن الفكري، وأمن المسلم الفكري هو سلامته من الانحراف العقلي وحمايته من الانجراف النفسي. ولذا زكى رب البرية نبيه محمدًا خير البشرية عليه أزكى صلاة وتحية بقوتيه العقلية والنفسية، فقال جل جلاله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فزكى عقله من الضلال الذي يورد القلب في الشبهات، وزكى نفسه من الغواية التي توقع القالب في الشهوات. ونظير هذه التزكية الربانية جاءت التزكية النبوية للخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي عمن أحبهم وتولاهم. فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فزكى عقول الخلفاء الراشدين بما هو ضد الضلال وهي الهداية،
وزكى نفوس الأئمة المهديين بالرشاد الذي هو ضد الغواية. فكل انحراف في الفكر إنما هو بسبب ضلال العقل ووقوعه في الشبهات التي هي خروج للقلب عن الهداية، أو هو بسبب ابتلاء النفس بحب الشهوات وعدم سلوكها سبيل الرشاد الذي يعصم الجوارح من سبل الغواية. فأمن الإنسان وصحته بالحقيقة إنما هي بتحقق سلامته وأمنه الفكري، فخوفه ومرضه وسقمه واعتلاله إنما هو بخروجه عن اعتداله السوي. فتطرق الشبهات إلى العقل هذا مرض، ووقوع النفس في الشهوات هذا مرض، كما وقعت الإشارة إلى المرض الأول وهو مرض شبهات العقول في قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا مرض الشبهات. ووقعت الإشارة إلى المرض الثاني وهو مرض الشهوات في قول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا مرض الشهوات. فالذي يحقق الأمن الفكري هو يقين العقول الذي يحرسها من الشبهات، وصبر النفوس الذي يكلأها من الشهوات. لذا قد قيل: بالصبر واليقين تنال رتبة الإمامة في الدين. ومصداق ذلك في قول رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر هو أمارة الديانة، واليقين هو علامة الصيانة. فالديانة تتمثل في غرس الدين بالنفس البشرية وتنشئة المسلم النشأة التي تروي جذور الفطرة السليمة، والصيانة تتمثل في صيات العقل من الغزو الفكري الذي يطمس شخصية المسلم ويزيل منها معاني الأصالة. فأما الديانة فيشترك في تعميق معانيها الأسرة والمسجد والإعلام والمعلم والصاحب، وأما الصيانة فتتمثل في صيانة العقل من موروثات الثقافة مما قد يورده عليه بعض المكاسب. فالغفلة والتهاون في دعم وترسيخ الأمن يتولد منه انحراف الإنسان انحرافاً ليس له سمة لازمة لفكر أو دين أو مجتمع أو زمان أو مكان. وبهذا تتجلى أهمية الأمن الفكري لكونه سبباً للالتزام الشرعي. فأمان الإنسان وعافية الأبدان سبب لعبادة الرحمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح اللهم لنا عواقب الأمور. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار أودع بالأفئدة حب الأمن والاستقرار. أحمد ربي حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على تصريفه الأمور كما يشاء ويختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله المجتبى ورسول الله المصطفى وخليله المختار، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الأبرار وأزواجه الأطهار وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار صلاةً وسلاماً ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم معشر المسلمين ونفسي بالتقوى، فتمسكوا بها فهي عروة دينكم الوثقى. معشر الكرام من العباد،
يا أهل الرشاد والسداد، لقد فتحت لنا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باب التعرف على خطورة ما يهدد المجتمع من تطرف الفكر وفكر التطرف، وذلك بعقد ندوة مواجهة التطرف الفكري لبيان أسباب انحراف العبد عن مسعاه، وذلك برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله تعالى ورعاه. وستشارك عدة دول ومؤسسات لعرض طرقها في مواجهة المتطرفين، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الندوة وأن يجزل الأجر للمنظمين. اللهم آمنا في الوطن، اللهم آمنا في الوطن، اللهم آمنا في الوطن، وادفع عنا الفتن والمحن، وادفع عنا الفتن والمحن، وادفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أميرنا وولي عهده وأنت خير الحافظين، وأعنهما يا ربك بفضلك على مصالح الدنيا والدين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. رب أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك اللهم في كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من شيد وجهك الكريم هذا المسجد فابن له بيتا في الجنة، وأسبل اللهم عليه ثوب الصحة وكساء العافية بفضل منك ومنا. عباد الله تعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عباد الله، استووا، استقيموا، اعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، وسدوا الفرج والخلل. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المجرم والمعذب، اللهم اغفر لي خطاياي، اللهم اغسل لي من خطاياي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.